هذه البونات ديال جريده تشوف تي في تشاهدوا معنا ساعتها يعني تقطعات تشاهدوا معنا البونات ديال تشوف تي في لان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات كيف ما لاحظتوا في المقدمة ديال هذا الفيديو وأيضا في العنوان ففي هذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرقوا الجوج ديال النقاط. النقطة الأولى مرتبطة بالحادث اللي شهدته الحفلة ديال ليلة البارحة بشاطئ النحلة بالبرنوسي. هاد الحفل أولا هاد السهرة هادي اللي حضرت ليها دنيا باطمة هاد السهرة اللي سالات بحادث تعرضت له او تعرض له من برشوف تي في من بعد واحد الاحتكاك مع دنيا باطمه على خلفيه كل الاحداث المرتبطه الاخيره. فاخواني اخواتي كيف ما كتعرفوا فدنيا باطمه وشوف تي في ليسوا على وئام بسبب يعني بزاف ديال النقاط اللي كنا تطرقنا ليها سلفا اللي هي تطرق شوف تي في الى الحادث ديال الكروشي وايضا اثارته الى امور خاصه جدا بالحياه الشخصيه ديال دنيا باطمه. هذا الامر اللي رخب الظلال ديالو على سهرة ديال ليلة البارحة بمناسبة عيد العرش. وأيضا إخواني أخواتي في هذا الفيديو فغادي نمر مرور يعني على حادث اللي أثاره الأستاذ رشيد العمارتي اليوم من خلال واحد التصريح ديالو واللي يمكن نقولوا رشيد العمارتي كيفجرها في وجه الشقيق ديالو سعيد العمارتي. وعلى بركة الله الإخوان والأخوات فكيف ما قلنا في المقدمة ديال هذا الفيديو فدنيا باطمة ليلة البارحة حياته واحد السهرة رفقة مجموعة ديال الفنانين بشاطئ النحلة. هذا الأمر هذا اللي كنت شاركت معكم الخبر ديالو يوم أمس في واحد الفيديو اللي درناه بخصوص هاد التواجد ديال دنيا باطمة في السهرة ديال شاطئ النحلة واللي نظمتها مقاطعة ديال البرنوسي. فإخواني أخواتي من بعد يعني نهاية السهرة وكيف ما لاحظتوا في هذاك الفيديو كيف ما كتلاحظوا يعني في مقاطع ف دنيا باطمة في احتكاك يعني كيف ما كتعرفوا الصحافة كتمشي الإعلاميين كيمشيو كيبداو يسولوا الفنانة وهاد الأمور فدنيا باطمة وقعت في واحد الاحتكاك مع المنبر ديال شوف تي في وهي تحيد لهم يعني هذاك الميكرو وقطعته ولاحته في الأرض أمر اللي أثار استهجان ديال العديد وصفق له البعض كيف ما قلنا يعني حادث اللي جاء في واحد الفترة إخواني أخواتي اللي كتشهد واحد الفوران واحد الأخذ وجذب من كلا الطرفين. فشوف تي في تقول معلومات وتعطي أخبار اللي يعني كتشوفها دنيا باطمة وكيشوفوها العديد من المتعاطفين مع دنيا باطمة على أساس أنها توغل في الحياة الشخصية ديال دنيا باطمة في حين أن يعني شوف تي في كيشوف أن من حقه أنه يعني يخرج بحال ما هذيك المعلومات الرأي العام. هذا الأمر هذا اللي أثار أو لا ضلب الظلال ديالو على هذا السلوك اللي شاهدنا ليلة البارحة. فكيف ما كتعرفوا دنيا باطمة كانت وصفت منبر شوف تي في بأنه منبر ديال يعني الزبل ونشر الجهل وهاد الأمور هذه في يعني أمر اللي خلى أن المنبر أيضا حتى هو يصعد من اللهجة ديالو في نشر المعلومات بخصوص دنيا باطمة. فكيف ما كتعرفوا منبر شوف تي في هو اللي فجر القضية ديال الكروشي والقضية ديال العشيق ديال التطواني وهاد الأمور كلها إخواني أخواتي. فليلة البارحة بكل صراحة يعني لا حديث إلا على هاد الحادث اللي وقع في السهرة ديال دنيا باطمة وكيف ما لاحظتوا خرجات في ظل واحد الحراسة مشددة ومشات على يعني في سيارة من بعد وقوع هذاك الحادث حادث اللي لولا تواجد الأمن ربما كانت الأمور تقدر تطور لأن لولا يعني الحمد لله لأننا في هذه الأرض اللي فيها الأمن وفيها السلطة وفيها القانون
يعني هو اللي كيسري، هو اللي كيحكم. فلولا وجود رجال الأمن يعني والحراس والأمور، كانت الأمور تقدر تطور إلى أكثر من هذا العامل. فمنبر شوف تي في واش غادي يتخذ شي إجراء بخصوص دنيا باطمة وهذه الأمور؟ فهذا الأمر هذا يعني ما نقدروش أننا نأكدوه أو نفندوه. دنيا باطمة يعني خدات موقف من هذا المنبر، ولذلك يعني قامت بهذاك التصرف في حق الميكرو يعني ديال شوف تي في، يعني هذا المنبر الإعلامي المغربي. فإخواني أخواتي، غادي نمشيو يعني مباشرة إلى النقطة الثانية واللي كتعلق بالأستاذ رشيد العمارتي. فإخواني أخواتي، الأستاذ رشيد العمارتي وفي آخر تصريح ليه يعني أثار واحد النقطة أو لا وجه واحد الرسالة إلى إحدى المتتبعات، اللي يعني دائما يعني بحسب الكلام ديالو أنها كتدخل وكتقوم بتعليقات سلبية أو لا يعني كتقول له كلام اللي هو لا يرغبه ولا يرضاه لنفسه. فالأستاذ رشيد العمارتي في خلال يعني في خضم يعني حديثه ويعني رده على هاد السيدة، فتطرق إلى كلام أو لا إلى أو لا يمكن نقوله أنه رد على كلام اللي كان وجهه سعيد العمارتي اللي هو الشقيق ديال رشيد العمارتي منذ أسابيع. فهاد الحادث إخواني أخواتي أنا ما غاديش نتعمق فيه، لأن ما بغيناش ندخلوا في هاد الأمور ما بين الإخوة وهاد الأمور، لكن غادي نطرقوا بشكل سطحي. فالأستاذ رشيد العمارتي تحدث على أن يعني دفاعا عن نفسه، تحدث على أن يعني أنه قام يعني بمجموعة ديال الأمور اللي يعني إيجابية أو الأمور اللي فيها واحد الإحسان اتجاه الأخ ديالو والزوجة ديال الأخ ديالو، وهاد الأمور يعني اللي قالها من أجل تفنيد الكلام اللي كان قال سعيد العمارتي المرتبط بأن رشيد العمارتي ما كيعطيهم حتى شي حاجة أو لما كيرسل لهم حتى شي حاجة، وأنه يعني ما عمرهم يعني تسلموا شي حاجة من عند الأستاذ رشيد العمارتي. ففي هذاك الجواب فأستاذ رشيد العمارتي أكد بأنه يا مقام بمواقف اللي مازال عنده الدلائل اللي كتبت أنه فعلا قام بمجموعة ديال المواقف اللي خصها تخلي يعني الأطراف الأخرى التي يعني تنشر عليه هذا الكلام هذا أنها تعيد النظر، وبدأ يعني وطلق مجموعة ديال المعلومات، مجموعة ديال الأشياء ومجموعة ديال المواقف اللي وقف بها يعني على غرار المسألة ديال الصبابات وأنه كان كيرسل الفلوس وكل هذه الأمور هذه إلى الشقيق دياله من أجل العلاج والتمدرس وكل هذه الحيتيات. فهذا كان رد ديال الأستاذ رشيد العمارتي، وحنا تطرقنا لهذه المسألة هذه من باب المواكبة يعني وباش نطرقوا، ولكن ما عندناش واحد النية باش أننا يعني نغوصوا في هذا الحدث أكثر من هذا الشيء اللي قلنا إخواني أخواتي، تفاديا لنشر الفتن. فعلى أي إخواني أخواتي كانت هذه المستجدات يعني في كلتا الموضوعين. ختاما إخواني أخواتي كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، وكندعوكم أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو وأنكم تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. والله يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر وخير الختام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.